سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. أوه، شيء جنوني وغير عادي. وركلة البداية، يبحث عن زميله إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. ويلعبها، هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. لمسة بينية، الكرة ملعوبة من مسافة. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. تغيير لاعب على الأجناب. تمريرة قوية أكثر من ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. حلوة جدا هذه اللعبة، لكنها لم تكتمل، لم تنتهي من الشباك، لا يزال عندهم شيء ناقص. يلعب رمية التماس. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. تحكم مذهل بالكرة. يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يستعيد الكرة سريعا.
يحاول أن يلعب كرة والتسديد، ينجح في أن يلعب كرة في صنع فرصة رائعة جدا. يلعب كرة بينية، يلعب كرة بينية طويلة. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. الهلال السعودي تقريبا كان يلعب وحده، عديد من الفرص، التسديدات، المحاولات، ولكن بدون أن ينجح، بدون أن يستثمرها بالشكل المطلوب. إذا ما استمر الوضع عليه أخشى أن تعاقبهم كرة القدم بعد ذلك. تدخل جميل واعتراض أجمل، هجمة مرتدة الآن. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة إلى الأمام، يلعب كرة على اليسار، كرة تعود للخلف، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، يلعب كرة لكنها تصدم في الجدار البشري، وأجمل بينية، فرصة كبيرة مع تنفيذ هذه الركلية. يبعدونها، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. كرة طويلة للأمام، كرة طولية من الحارس، يتقدم بقوة بدنية كبيرة، يحتسب الحكم ركلة حرة. كرة تمر بسلام على المدافعين، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يمر ويلعب كرة بينية، عدت الكرة، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، لمسة داخل منطقة الجزاء، دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، ضغط قوي وينجح في استعادتها.
الكرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. الكرة ملعوبة إلى الأمام، يبحث عن المهاجم، يلعب كرة بينية. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، لعبة جميلة في هذه المنطقة بالذات. الهلال السعودي يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء. كرة طولية إلى الأمام، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة من جهة اليمين، لمسة بينية، يلعبها ببراعة بعيدة تماما عن المرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب، وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. تغييرات من الجانبين في محاولة لتغيير الوضع. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطأ. حصلوا على رمية جانبية. تغييرات عديدة الآن. ثم كرة عرضية، يبعدون العرضية، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. مباراة انتهت بنتيجة مخيبة بالذات للمهاجمين، لأنهم لم يقدموا الكثير أمام صلابة دفاعية. شيء رائع أن نكون